يا حبيبي مالك؟ فين يا ماما؟ عاوز اشوفها. حاضر حاضر يا حبيبي، حاضر حاضر. شيرين ميدي البنت بتاعت النادي. طيب خليكي، انا اروح اجيبها له. اول حد افتكره بعد ما فاق من البنج انت. انا مش قادره اصدق، انا مش متخيله ان تامر ممكن يكون حصل له حاجه. يا حبيبتي انا قاعده هنا مستنياكي من الصبح، انت هتقدري تيجي معايا؟ طبعا يا طنط، يلا بينا. يا حبيبي يا تامر، يا حبيبي يا تامر، سلامتك الف سلام عليك يا حبيبي. سميني شيري. انا بحبك قوي. وانا كمان بحبك يا روح قلبي حياتي، وعمري ما اقدر استغنى عنك ابدا يا حبيب قلبي. حالة تامر ما تستحملش اجهاد ولا كلام كتير يا مدام فاتن، والا هنضطر نمنع الزياره. بعد اذنك يا انسه. شيري سيبني. في شيري انا محتاج لك جنبي. مدام فاتن حبيبي شيرين هتجيلك كل يوم. طيب اوكي، يلا باي باي. شيرين يا حبيبتي، انتي عارفه تامر قد ايه محتاج لك، من فضلك تقفي جنبه. ما تخافيش يا بنت، انا هفضل جنبه. انتي ما تعرفيش انا بحب تامر ازاي، انا بموت فيه. هو كمان يا حبيبتي ما كناش متصورين يعني ان هو بيموت فيك كده الدرجات. انا مهما وصفت لكم مش هقدر اقول لكم انا ازاي بحب تامر، بس سوري انا لازم امشي دلوقتي حالا، مش هقدر استحمل الصدمه يا طه، هذا اذنكم. اقطع دراعي لما كانت البنت دي هي سبب في اللي حصل لاخويا. ايه دي يا فات؟ مش هتقدر تستحمل الصدمه عشان كده مشيت. انا عاوزك تطمني يا فات، عايزك تعرفي ان انا مستعد اعارك تامر في اي مكان في الدنيا مهما كانت التكاليف. متشكره قوي يا دكتور خالد، انا متاكده من كده. يا جماعه اللي انا سمعته ده، الحمد لله على سلامه تامر يا طنط. والله انا اول ما عرفت سبت كل شغل في ايدي وجيت على طول. كتر خيرك يا سلامه، بس تعبت نفسك ليه؟ سلامه وحياتك وانت ماشي، خد بابا وناديه معاك وروحهم، احسن بايتين معايا من امبارح. انا مش همشي يا فاتن، انا هفضل جنبك. ازاي اسيبك كنت في الحاله دي؟ انا مش همشي من هنا الا لما اطمن على تامر، يا ريتني انا اللي كنت مكانه. يا شيخ بعد الشهر انا ناقصه يا بابا. ناديه والنبي خدي عمي وتفضلي انت، انا مش هسيبها لوحدها، اكيد بايته معاها. يعني انت اللي محتاجه تستريحي يا باشمهندس. ارتاح ايه بس يا دكتور خالد، انت كمان سايب شغلك ومكتبك، من فضلك تروح شغلك تاني. تالي تتفضل حضرتك، حرام البنت كمان ما نامتش من امبارح. حاضر، انا هروح المكتب اخلص اللي ورايا وبعدين ارجع اطمن عليكم. طب يا ريت تاخدني معاك يا دكتور، انا محتاجه اروح البيت ضروري اجيب الحاجات اللي طلبتيها مني يا ماما. طب حبيبتي ما تتاخريش، انا يلا يا ماما. يلا فاتن، اعتبري نفسك في اجازه مفتوحه لحد ما تطمني على تامر. مع السلامه. محترم قوي الدكتور على فكره. الحمد لله على سلامه تامر يا باشمهندس. ازيك يا ام عزيز؟ انا جيت اطمن على تامر، انت عارفه ان هو غالي عندي قوي. كتر الف خير. ولاد الحلال ركبوني الميكروباص ودلوني على المستشفى. تعبتك معايا، ربنا يخليكي لينا يا ام عزيز.